دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لتأجيل الاستفتاء المزمع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري، وطلب أبو الغيط بإجراء الحوار بين إقليم كردستان وبغداد برعاية دولية، مبديا قلقه من استفتاء الاستقلال. يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس إقليم كردستان الأمين العام أن الاستفتاء ليس قرارا لشخص بعينه حتى يتم تأكيله بسهولة، بل هو قرار الشعب والقوى السياسية الكردستانية.